نحن الآن متواجدين في ميناء غزة البحري، حيث يوجد المئات من مراكب الصيادين. هذه المراكب تعمل في البحر منذ ما يزيد عن 20 عام بدون إجراء أي صيانة، بدون إجراء أي إعادة تأهيل أو شراء مراكب جديدة، ذلك بفعل المنع الممارس من قبل قوات الاحتلال، كذلك بفعل الإضرار المستمر والقرصنة المستمرة من قبل قوات الاحتلال. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 800 صياد، معظمهم بحاجة لإجراء صيانة بسيطة ومتوسطة أو كبيرة لمراكبهم. في هذا المشروع نحن نستهدف هؤلاء الصيادين من أجل إعادة تأهيل مراكبهم وحمايتهم داخل البحر وإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة. هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة العامة للثروة السمكية ونقابة الصيادين، وهم جميعا تعتبر جهات مسؤولة عن هذا القطاع وتعمل معهم بشكل مباشر. يتم اختيار الصيادين الأكثر حاجة وفقا لبيانات يتم جمعها عادة من خلال الإدارة العامة للثروة السمكية. يتم اختيار الصياد الأشد حاجة والذي يكون مركبه متضرر بشكل كبير من أجل تحقيق منفعة حقيقية لهذا الصياد. من خلال هذه الصيانة يستطيع الصياد مواصلة عمله والإبحار في البحر مع العاملين معه بأمان، ويستطيع فرد شباكه بشكل جيد بدون أن يكون معرض للخطر. لذلك فإننا ندعو لتفعيل مشروع إعادة تأهيل وصيانة مراكب الصيادين الفقراء من قطاع غزة من أجل أن ندعم هذا القطاع، القطاع الذي بدأ بالتلاشي بفعل منع الاحتلال لدخول مراكب جديدة، كذلك بفعل القرصنة المستمرة التي تمارس من قبل قوات الاحتلال داخل البحر على الصيادين، حيث أن هؤلاء الصيادين معرضين بشكل مستمر إما للاستشهاد أو للإصابة أو للأسر، أو في أخف الأحوال معرضين لأن تصادر مراكبهم وسحب إلى ميناء الاحتلال وتدميرها من أجل مضايقتهم والضغط عليهم اقتصاديا ونفسيا ومنعهم من الاستمرار في عملهم في مهنة الصيد. لذلك نناشد المؤسسات الدولية ونناشد الشعب الأندونيسي ومؤسسة كاسي بالعمل على مساعدة هؤلاء الصيادين من خلال مشروع إعادة تأهيل وصيانة مراكب الصيادين الفقراء من قطاع غزة من أجل القيام بصيانتها بشكل جيد ومناسب ليستطيع الصياد الاستمرار في عمله. هذا، وجزاكم الله عنا كل خير.